يعني انت عايزنا نتجوز الليله دي؟ ما هو انت لو استنيتي لبكره جاي زعقل واصرف نظر. بس انت كده فاجئتني. على فكره انا مش متمسك قوي، يعني تقدري ترفضي وتبقى جت منك. طيب انا هاخد مهر 100,000. اوكي مفيش مشكله، شبكه زيهم، ما اختلفناش. وطبعا انت شكلك من نوع الرجاله الحمش اللي مش عايز مراته تشتغل، فاديني مرتبي اللي كنت باخده من الشغل. بصي مش حمش قوي يعني، بس هو انت بتشتغلي ايه؟ كنت جاي ادور على شغل يعني، بس كنت هاخد كتير. عادي هديك اللي انت عايزاه، بس خلي بالك انا مش هتجوز من غير فرح، دي ليله العمر اي بنت في الدنيا بتستناها. حقك، احنا نكتب الكتاب واعمل لك الفرح اللي انت عايزاه. يعني ما عندكش مشكله في المبدا؟ لا طبعا عندي مشكله في ايه؟ ايا كانت التكلفه. ماشي ايا كانت التكلفه. طيب حس كده بقى، انت ممكن تشوف الفرح هيتكلف كام وتديني حقي نشف. يا نهار اسود، هو انت مش قلت ان دي ليله العمر اللي بتحلم بيها اي بنت؟ ربنا يدينا ويديك طولة العمر. مفيش مبدا يعني. في حاجه كمان، شهر العسل. ماله ده رخر؟ انا كان نفسي اقضي شهر العسل بتاعي في امريكا. الاحلام جميله على فكره، بس انا بقى البند ده بالذات حاطط له خطه تانية خالص. انا كنت مخطط ان انا اسافر جمصه، والرحله دي هتتكلف حوالي 1200 جنيه. تاخدي ال 1200 جنيه ولا تطلعي جمصه؟ طب خليهم 2000 ومش هنختلف. تشخير وجايب لاخر الاوتيل. ايه رايك؟ هم قرصين منوم جابوا دماغه. انت متاكد انه مش هيصحى قبل الفرح؟ مش هيصحى قبل شهرين، يكون صاحبك ما لقاش عروسه غيرك، والله لاقين على بعض. فريده، فارس، اي خدمه. مش هتاكل بعقل حلاوي، والله ولا جنيه هتاخده قبل ما اتاكد ان الفرح ده هيبوظ النهارده. حرام عليكي بقى، انا انت هاخد منك فلوس. يا ادهم لازم اعرف المخزون ده رايح فين بالظبط. انت اللي لبستيني القراص. غلاب سوبر مان ده. يا متر غلاب، يا متر غلاب بالعقل كده، ايه اللي هيجيب المأذون هنا في اوضه الشنط؟ كل راح فين يعني يا ادهم؟ انا انفي البوليسيه بتقول انه اختفى بفعل فاعل. مع احترام الانفك البوليسيه، انا حاسس المره دي وسعت منك. ايه ده؟ انت بتشخر انت صاحي؟ ولا حتى وانا نايم؟ لا كده غلط يا ادهم. ليه؟ لا موضوع الشيخ ده انت شاب، لما تكبر تحصل لك ايه؟ يا فندم ما شخرتش. لا عيب كده. الله بتشخر تاني وانت صاحي؟ والله ما انا. ايه يا ادهم انا مش مصدقك. ثانيه واحده يا فندم. انفك البوليسيه معايا؟ ايوه شفت؟ مش انا قلت لك اختفى بفعل فاعل؟ حضرتك صح، انا هصحيك. هو اسمه ايه؟ المأذون. هنسميه ايه؟ باين شعيب ولا عنده ابن اسمه اشعب؟ اشعب او اشعب حاجه كده. ابو اشعب، اسحى ابو اشعب. فين يا بنات الحبيبه شعيبه؟ مولانا وحشتني يا ابن الغالي شعبوب. مولانا شعبوب. مولانا وانت يا زوجاتي الغاليه شعبيه. ده البيت كله بحرف الشي. جرد الميه. جرد الميه وزاز بيبس نرجها وفي وشه. حاضر. عشان ده مش هيفوق غير بالبيبس. حاضر يا لا اله الا الله. والله يا مروه المكان رائع رائع فوق الرائع كمان، مخدات ببلاش، بشاكير ببلاش، كل حاجه حلوه. لا بس الاوضه مش ببلاش، بس لو انت جايه الاوضه محجوزه مش هنختلف يعني. هي يا بنتي الاوضه موجوده 1200، بس يعني شوفي انت هتدفعي كم مش هنختلف. انت اختي، انت اختي، انت فاهمه يعني ايه؟ والله ما هرد لك كلمه الا هتدفع. انت لسه ما لبستيش فستان الفرح اللي بعتولك من الخياطه؟ طب سلام يا مروه دلوقتي، سلام. يا فارس ما لبستوش، ما عجبنيش رجعته لها وخدت الفلوس اللي انت اديتها لها. والله العظيم كنت عارف انك هتعملي كده. ما لازم اعمل كده، لازم. امال هعمل زيك اروح ادفع قد كده في بدله هلبسها يوم واحد؟ صح، المفروض الواحد يلبس في الفرح بيجامه لذيذه كده. بقول لك ايه يا فروس، احنا هنتجوز دلوقتي؟ المتر غلاب بيدور على المأذون، ادعي معايا كده يا رب ما يلاقيه. برضه مأذون؟ انا مش فاهمه بصراحه، انا مش فاهمه، مش قادره افهمك بصراحه. يعني لو انت كده كده مصر تصرف كنا رحنا اتجوزنا في المحكمه وفلوس المأذون دي اديها لنا، انا اولى بيها. اخيرا اخيرا لقيت المأذون نايم ما بين الشنط. والله العظيم يا فارس 3 جراد الميه، بس الحمد لله يعني الحمد لله. الله يسامحه بقى اللي نايم من المأذون. هو مين اللي نايمه؟ مش وقت الكلام دلوقتي يا فارس، يلا خلي المأذون يكتب كاتب كتاب قبل ما ينام تاني. استنى يا متر لو سمحت، سيب مولانا يفوق على مهله على ما تخطب انا وفارس شويه. تعالى. نعم يا اختي، ما انا مفهمك من الاول ان ما عنديش وقت. هو ده اللي قلقني، هو ده اللي قلقني يا متر. انا مش عايزه اتكروت في اول جوازه في حياتي ابدا، وبعدين مع كامل احترامي انا محتاجه ادرس اخلاقك الاول.
اتكلم يا غلام. اقولها ايه؟ يا حاتمه يا حاتمه هانم، انا مش فاهم بس ايه اللي جاب موضوع الخطوبه دلوقتي وانتوا في ليله فرحكم؟ يعني غريبه شويه. اتكلم بصراحه؟ اتفضلي. انا شاكه ان فارس بخيل حبتين. هوبا بخيل ده اللي هو انا؟ اللي هو انا؟ طب ايه رايك بقى ان انا عاصر على نفسك؟ بقول لك ايه، انت عاصر على نفسك كل الفل والياسمين، انت زي الفل، ما تضيعش عروسه مننا. ها وعصبي، بخيل وعصبي. معاكي معاكي في عصبي، عصبي وهيتعالج وهيبقى زي الفل، وان شاء الله يعني انت هتتجوزها وهي تبقى عروستك. ما تقولش عروسه. بص عليا بص لفوق وشوف عيني. رايح فين يا خلبوس؟ هو انت يا جدع انت؟ ما وراكش غيري؟ الف مبروك يا عم، حتما وافقت انك انتوا تخطبوا بكره وتتجوزوا بعد بكره. يعني ايه؟ هتدرس اخلاقي في يوم واحد؟ انا اللي اقنعتها، بس هجيب لها يعني خاتم سلوتير كده بنسبه الخطوبه. ما انا جايب لها شبكه الماز. لا هي بتقول ان الشبكه حاجه وخاتم السلوتير بتاع الخطوبه حاجه تانية. وطبعا انت وافقت بالنيابه عني. وانت عايز اقول لها انك انت بخيل ونوتي؟ دي هي اللي بخيله وستين بخيله. والله العظيم عارف والبلد ده يشهد عليها، بس هنعمل ايه؟ مفيش غيرها. بص احنا ممكن نعالجها بعد الجواز. لا تتعالج الاول وبعدين نتجوز. بقول لك ايه، انت شكلك كده عايز يخسر 28 مليون. 28 ايه؟ يا عم هما 30 مليون. الله، وال5% بتوعي نسيتهم ولا ايه؟ ال5% مليون ونص. طب والخاتم الالماز والشبكه واللازم منه؟ يعني هدفع قبل ما اقبض. لا اطمن خالص، انا مأمن نفسي كويس، انا همضيك على وساط امانه. اها يخرب بيت دماغك، هو انا يا اما الجواز يا اما الحبس؟ اديك قلتها. لا مش هتجوزها غير لما تتعالج الاول. ممكن اعرف مين حضرتك؟ حضرتك يا فندم انا ده. اوعى ايدك. ايه دكتور امجد؟ مين دكتور امجد يعني؟ يا فندم انا دكتور امجد، دكتور الاوتيل، وتقدري تقولي ان انا شغال هنا بقالي يومين كده. دكتور نفساني يعني. بصي يا فندم، هو انا تقريبا في الاوتيل ده هلعب كل الالعاب، يعني هلعب شويه نفساني وشويه جسماني. وتعرف فارس منين بقى يا وعيده؟ دكتور امجد يا فندم انا طبيب العائله، تقدري تقولي كده انا اللي عالجت كل عيلته، كانت عندهم امراض عضال وخفوا الحمد لله، ارتاحوا قوي وماتوا. يلا الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. وفارس يعني ما لقاش غيرك انت اللي تعالجه من البخل ده؟ حضرتك انا ملاحظ ان لهجتك معايا حاده وفيها شويه اهانه، وده كله مش مهم. أنا بس عايز أفهم من حضرتك، فارس مفهمك إن أنا جاي أعالج مين بالظبط؟ لا هو فارس ما فهمنيش الحقيقة، هو المتر غلاب هو اللي فهمني إنك جاي تعالج فارس من البخل. بصي يا فندم، تقدري تقولي إن أنا جاي أظبطكم على بعض، بمعنى أصح أطبعكم على بعض عشان تجيبوا لنا ولدة حلوة كده ونكسب كلنا. ما عندكش فكرة يا دكتور، ما عندكش فكرة، أنا مش مستعدة أبداً أخاطر بنفسي في الجوازة دي. مش مستعدة اتجوز بني ادم بالبخل ده. بخيل. تخيل يا دكتور، تخيل انه مستخسر فيا ابيع الشبكه اللي هو جايبها لي. الشبكه اللي هو جايبها لي؟ اللي هو جايبها لك بفلوسه. شبكتي اللي هو جايبها لي؟ ايوه بس بفلوسه. بس بتاعتي. بس بفلوسه بتاعتي. خطيبته جايب لها شبكه. بص يا فندم، هو ده منطق مريب، بس منطق ما اقدرش اتكلم. انا مش فاهمه فيها ايه، فيها ايه لما تجيب لي شبكه ابيعها استفيد بفلوسها؟ وبعدين الهديه لا ترد ولا تستحدث من العدم، معروفه يا فندم. ده كلام حكماء، ده حضرتك حكيمه في حاجه؟ انت حضرتك بتبصي على حاجه؟ دكتور حضرتك كويس؟ الحمد لله كويس. مرتاح؟ الكنبه دي بحبها قوي. مش على الكنبه. مال قصدي على اللي انت لابسه في رجليك. الراحه بتبدا من القدمين، معروفه. ايوه يعني بصي انا بشتكي شويه من الدوالي، بس الحمد لله هي ماشيه. عندي ليك حته حل، شبشب ابيض مبطن جميل، مقفول من قدام مفتوح من ورا، بيلبس جميع المقاسات. الخامه قطن. الله الله، صدق ده فعلا ممكن. وفي بشكير كمان متر 70 في متر 30 ابيض مبطن قطن. يعني طقم على بعضه بقى، ابقى بتغندر بالطقم معاه من حلاقه.
أنبوبة معجون سنان. ياه فرشة سنان صغيرة كده بيضة عشان تتأمر. انت حضرتك بياعة ولا ايه؟ او حضرتك الحاجات دي اجيبها من القاهرة؟ لا هي متوفرة، هي موجودة هنا. حاجة بقى معاكي من القاهرة؟ هي موجودة هنا. لا موجودة هنا ازاي مش فاهم؟ موجودة في الغرفة هنا. في الغرفة بتاعتك جايباها معاكي بقى؟ لا هي موجودة لوحدها في الأوضة. نعم؟ غرفتك؟ انت قصدك الحاجة اللي في الغرفة بتاعت الأوتيل؟ الغرفة بتاعتي. أيوة بس في الأوتيل. بس غرفتي. شاري؟ ممكن نفكر في الموضوع ده بعدين؟ ده بتاعي أنا. بقى كده يا فارس بتجيب لها دكتور عشان تعالجها وتعرف تتجوزها؟ اتفضلي الشاحن. امسك. انت بتبص فيهم كده ليه؟ هي ناقصة؟ لا ناقصة ولا زايدة. طب سيبك من ده، هو دكتور أمجد لسه قاعد لحد دلوقتي مع حتمة دي؟ الله يكون في عونه، ده قاعد معاها بقاله 4 ساعات وطلبت غدا 5 مرات. يا ساتر يا رب، هي بطنها تتحمل كل ده؟ لا ما هي بترجع الأكل وتاخد ثمنه كاش. الله أكبر. عايز أسألك على حاجة. اتفضلي. هي ممكن تتعالج بجد وفارس يتجوزها؟ والله ممكن، بس أقول لك على حاجة. إيه؟ أنت العيب منك برضه. انت لو تلبسي كده لمستر فارس ها وتشيكي له كده ويقول لك صباح الخير يا فريده تقول له صباح النور يا سي فارس، لكن انت في يوم كده هي اللي عامله معاكي كده. اقول لك على حاجه حلوه، قول. ابعتي له بوسه على الواتس وامسحيها على طول، قول له معلش ما كانش قصدي، انا كان قصدي سعيد البلمن. اتلمي يالا. كده غزو بيا غزو بيا عشان الغاز كده. مش هطلع بره. خلاص خليك انت كده بقى في السيلفي اندبندنت وومن وتقعدي تكتبي بوستات على الفيسبوك واللي تيجي تلطف وتعطف تخطفه بعد اذنك.